سيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، لقد تسببت الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في ارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي، ولم تكن مصر بمعزل عن هذه الأزمات، فقد شهدت الأسواق المصرية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار العديد من السلع والمنتجات، ومع انحسار الضغوط التضخمية خلال عام 24 استهدفت الحكومة تنفيذ مجموعة برامج يأتي على رأسها ضمان توافر جميع السلع في الأسواق المحلية والتوسع في الإنتاج الزراعي والغذائي مع ضمان تحقيق الاستقرار السعري، هذا فضلاً عن تطوير منظومة سلاسل التوريد ورقمنة أسواق السلع الرئيسية. وقد لمسنا مؤخراً تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليسجل 27.4% في مايو 24 بعد أن وصل إلى 39.7% في أغسطس 23، وستستمر جهودنا لخفض هذا المعدل وتخفيف الأعباء عن المواطنين. نسعى باستمرار نحو رفع كفاءة الأداء الحكومي، وقد استهدفنا عدداً من البرامج يأتي في مقدمتها دعم التحول الرقمي من خلال تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع القطاعات عبر تطوير بنية تحتية رقمية قوية تشمل شبكة اتصالات فائقة السرعة ومراكز بيانات آمنة وبرامج وخدمات رقمية سهلة الاستخدام، ومواصلة ميكنة منظومة الخدمات الحكومية الرقمية في جميع الخدمات الاستراتيجية والحيوية بالنسبة للمواطن.